طبعا احنا من خلال متابعتنا متابعه المركز على مدار 24 ساعه تم طبعا بص احنا بنتابع ميداني وبنتابع صفحات التواصل وبنتابع يعني كافه الوسائل اللي هي الاعلاميه سواء كانت مقروءه او مسموعه او مرئيه احنا بنتابعها. فاحنا شفنا على صفحات التواصل ان بيتداول ان في سمكه في ميناء البرونلوس تزن طن ونص، والسمكه دي اتسمى والسمكه اتاخدت واتقطعت وانباعت والناس كلت. طبعا من اول وهله كده ان سمكه طن ونص والناس تاكلها وبتاع، يبقى احنا معنى كده ان احنا بقى يبقى هيتسمم بقى مركز بالكامل بقى او اكتر او اقل يعني. فبصراحه بدانا نتحرك يعني. طبعا انا تواصلت للامانه، تواصلت مع معالي الوزير المحافظ، يا فندم سعادتك في على صفحات التواصل كذا، قال لا ركز بقى على علوم البحار والثروه السمكيه والناس المختصين والميناء، وتتحفظ على ويكون السمكه متحفظ عليها يعني، مفترض تكون متحفظ عليها في الميناء. بدات اتحرك بعد تعليمات معالي الوزير، فعلا بعد تعليمات معالي الوزير المحافظ تواصلت مع الميناء، تواصلت مع الثروه السمكيه، تواصلت مع علوم البحار، تواصلت مع مسؤول الحصر السمكي في الميناء، اقر بالفعل ان السمكه بالفعل طالعه طن مش طن ونص، ده تم استلامها من احد الصيادين، ولكن هو تحفظ عليها في الميناء بعد الفحص من الجهات المختصه اللي هي زي ما قلت لحضرتك الثروه السمكيه والحصر السمكي وهكذا. بالفعل طلعت السمكه سمكة ليست في قائمة الأسماك المحظور صيدا. يعني كده تعتبر سمكة ما فيش مشكلة خالص، هي سمكة بالفعل سمكة نادرة. طبعا سمكة طن ونص وطن وكده، طبعا دي من أول وهلة كده إلى العالم، طبعا حاجة ما حاجة نادرة فعلا. فطبعا هو بالفعل طلعت إن هي بالفعل طن، ولكن هي سمكة بعد ما أقرت جميع الجهات المعنية المختصة إن السمكة دي بالفعل سمكة ليست في قائمة الأسماك المحظور صيد. بالفعل تم الإفراج عنها والسمكة اتاخدت واتقطعت السمكة والناس كلت تقريبا، أنت بتقول حضرتك يا محمد بيه بتقول 30,000 جنيه تقريبا، ويقال فعلا إن الكيلو انباع فيها ب 30,000 جنيه، والناس انبسطت 30 انبسطت وتمام يعني. ولكن برضو اللي برضو يعني لا أخفى على حضرتك، احنا تابعنا بعد السمكه ديت، احنا تابعنا متابعه جاده المستشفيات اللي هي في المنطقه القريبه من السمكه في الفعل. كنا رابطين مع المستشفيات على طول. طبعا الحمد لله لم يتم رصد حاله واحده اشتباه في تسمم او حاله اعياء على مدار 24 ساعه. فالحمد لله السمكه طبعا يعمل ضجه كبيره من العالم والدنيا كلها سالت والسمكه وبتاع، وبرضه كذبنا الخبر برضه ان هي غير سامه عشان برضه الناس اللي خدت منها وكلت تبقى مطمئنه تماما. برضه في خلال المتابعه يعني برضه مع الوزير يعني على تواصل مستمر، برضه اللي يهم عليه برضه يعني هدفنا واحد في صحه وسلامه المواطنين. الواحد الكيلو ب 30 جنيه اتباع. وده اللي بيقال، احنا طبعا احنا ما لحقناش ناخد منها ابدا. ده ايه الحظ ده الصياد يطلع له ب 30,000 جنيه ده؟ والله ده ارزاق بقى في البحر، ده هو جابها بكام او هي كانت مع مين او هم اشتركوا فيه، احنا التفاصيل دي بالظبط ما نعرفهاش، ولكن احنا عرفنا طبيعي من بعض الناس ان هي فعلا اتقطعت عن طريق الزر تقريبا وانباعت فعلا للمواطنين الكيلو ب 30 جنيه. دايما صفت بقى طن ما صفتش، طلعوا عضمها طلعوا ما نعرفش بقى الموضوع. اهم حاجه صحه المواطن. طبعا طبعا ده الهدف الاساسي، طبعا ده احنا اللي كان يهمنا بالفعل، وكانت تعليمات معالي الوزير واضحه ان هي لو موجوده زي ما كانت تحافظ عليه لغايه ما نشوف اصلا الجهات المعنيه فيه والجهات المختصه اللي تقدر تقول لنا ان السمكه دي بالفعل سمكه محظوره، طبيعي ما كانش هتطلع. هو الشيء الالذ صح.